هنا حيث لا مكان للعوائق بيننا، هنا ترى السفينة تبحر دون التفات إلى موجة أو إعصار، هنا عقدنا العزم على بذل الغالي والنفيس والتأقلم مع أي ظرف للوصول إلى مبتغانا، هنا وضعنا حلم مهندس مسلم مبتكر نصب أعيننا، هنا معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية. لعل أول ما تبادر إلى ذهنك عند سماع هذه العبارة أنه المعرض الاعتيادي الذي يقام كل عام ويحضره طلاب من شتى الجامعات، لكن رحلته لم تكن اعتيادية أبدا، كانت مسيرة ملؤها التحدي والعزم على تحقيق الهدف، رحلة بدأت منذ 21 عاما على يد معلمنا ومؤسس الفريق الدكتور أحمد صفوت رحمه الله، حين أدرك الفجوة بين الجانب النظري والجانب العلمي. ففي عام 1999 طلب من طلاب قسم هندسة الاتصالات عمل مشروع معين، وقام بإعطاء مكافأة لأفضل مشروع، ومن هنا كانت شعلة البداية. وبعد مرور عام ترك الطلاب العنان لخيالهم وقاموا بعمل مشاريع ذات أفكار متعددة، كل أبدع بطريقته. أما عام 2004 فكانت بداية إقامة المعرض في معمل قسم هندسة الاتصالات، فنهلوا من مؤسسنا حب الخير وحسن القيادة ونجحوا في تنظيم المعرض، ثم انضم الطالبات للمشاركة في المعرض في العامين التاليين، وتعددت المشاريع وصارت إلزامية لجميع الطلاب. إلى هنا فالمعرض مقتصر على هندسة الاتصالات، وفي العامين 2010 و2011 امتد عمل المشاريع إلى قسم هندسة القوى والآلات، فخرجنا من معمل الكلية إلى إقامة المعرض في الساحة. وها نحن في عامنا 21 نسير على خطى من سبقونا، نفخر بإنجازاتهم ونعقد العزم على تحقيق المزيد من الإنجازات. من بداية السنة واجهتنا تحديات مختلفة، لأن احنا كنا مطالبين إن احنا نتكيف مع الظروف ونتكيف مع الوضع الحالي المفروض علينا بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، فكان لازم إن احنا نبدأ نشوف طرق مختلفة ونطلع برا الصندوق بتاعنا علشان نشوف طرق تخلينا نعرف نحقق الهدف بتاعنا، وهو إخراج مهندس مسلم مبتكر. فكانت بدايتنا السنة دي إن احنا بدأنا نستقبل الأعضاء الجدد، وكان مقدم معانا ما يقارب من 600 شخص، وتم عمل مقابلات شخصية ليهم واخترنا منهم الأعضاء الجدد. بعد كده كان عندنا أول تحدي فعلي وأول فعالية، وهي الحفل الافتتاحي. في الظروف الطبيعية احنا الحفل الافتتاحي كنا بنعمله في قاعة والناس بتحضر، ولكن بسبب طبعا الظروف اللي احنا بنمر بيها والإجراءات الاحترازية ما كانش متاح ان احنا نعمل حاجة زي كده، فاحنا يعني قررنا ان احنا ما نكونش مقيدين بالظروف، وبدأنا ان احنا نعمل الحفل الافتتاحي بتاعنا اونلاين عن طريق الصفحة، وكان استمر لمدة 3 أيام، وكان حضر فيهم محاضرين بيتكلموا عن المجالات المختلفة، وبدأنا فيهم نعلن ان احنا هنبدأ السنة بتاعتنا وهنبدأ نشرح الكورسات بتاعتنا ونشتغل مع الطلبة علشان يربطوا ما بين الجانب العملي والجانب النظري. بعد الحفل الافتتاحي كان عندنا ممكن نقول تاني تحدي، وهو شرح الكورسات. شرح الكورسات برضو كان بيتم بشكل تفاعلي مع الأفراد وبشكل أوفلاين، ولكن برضو نظرا للظروف ده ما كانش متاح بشكل كبير، ولكن احنا بفضل الله بدأنا ان احنا نشرح اونلاين. بدأنا سجلنا الكورسات بتاعتنا كلها ورفعناها على اليوتيوب، رفعنا حتى الان ما يقارب من 20 بلاي ليست فيهم 20 كورس مختلف. احنا السنة دي شرحنا كورساتنا اونلاين في مجالات زي الامبيدد والباور والعمارة وميكانيكال وويب واندرويد والنتورك وجافا. قدرنا السنة دي ان احنا نطور من نفسنا ونواكب سوق العمل عن طريق ان احنا ضفنا مجالات جديدة زي مثلا ديجيتال ديزاين وغيرها. فترة التكنيكال سبورت بنساعد الناس اللي عندهم مشكلة في المشروع بتاعهم انهم يوصلوا لسبب المشكلة، وبنوفر لهم الداتا اللي بتساعدهم على حلها، ولو الشخص جاي ما عندوش فكرة بنساعده ان هو يقدر يوصل لفكرة مناسبة وان هو يبدأ يشتغل فيها. التكنيكال سبورت بيكون لأي حد سواء كان معنا في الكورسات او لا. في المعرض بالإضافة للمجالات اللي بنقدم فيها كورسات هيكون معانا السنة دي مشاريع التخرج ومشاريع جونيورز. بعد لما بيكون مشروع جاهز ممكن نقول ان هو حاليا قطع جزء كبير جدا معانا خلال السنة، وندخل على اخر مرحلة وهي المعرض علشان يعرض مشروع ويبدأ يشوف التقييمات للمشروع ويبدأ يشوف التعليقات عليه من لجنة التحكيم. وفي خلال المعرض برضو بيكون متاح معانا ان اي شخص من اي جامعة ان هو يعرض المشروع بتاعه معنا،
مشاركتك في المعرض وفعالياته بتديك الدافع ان انت تستمر في التطبيق العملي وتنميه مهاراتك وتطور من المشروع. واحنا السنه دي المعرض ان شاء الله هيكون اونلاين زي ما انتم شايفين، وممكن نقول ان المعرض مش حصاد او نتاج السنه دي بس، ولكن هو حصاد 21 سنه بداهم الدكتور احمد صفوت ربنا يرحمه، وباذن الله يعني المجهود ده كله يكون في ميزان حسناته ويكون صدقه جاريه ليه مستمره ما انقطعتش بعد موته ان شاء الله. خلال العامين 2012 و2013 كانت بداية تشكيل فريق تطوعي لينضم إليه طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية، وبدأوا في تنظيم المعرض ليقام ولأول مرة في قاعة الأزهر للمؤتمرات. ليس هذا وحسب، فقد بدأنا في شرح الدبلومات والورش لمساعدة الطلاب على التطبيق العملي منذ بداية العام الدراسي، والبدء في المشاريع للمشاركة بها في معرضنا. ورغم ما مرت به الجامعة من ظروف في عام 2014 إلا أننا لم نستسلم وأقمنا المعرض غير آبهين للعقبات. وفي العام التالي دخلنا عالم البرمجة، فشرحنا العديد من لغاتها والأنظمة المدمجة والتحكم الكلاسيكي وعلم الروبوتات، وتم التوسع ليشمل المعرض قسم النظم والحاسبات والهندسة الميكانيكية بجانب قسم الهندسة الكهربية. وكان عاماً مميزاً، فقد تم إعادة شرح الدبلومات بشكل مكثف خلال أيام معدودة. وفي 2016 دفنا حزننا على وفاة معلمنا ومؤسس فريقنا في أعماقنا، وحلقنا في سماء تحقيق غاياتنا ولم نلتفت إلى المثبطات. وتوسع المعرض بشكل كبير وضم قسم الهندسة المعمارية، وشرحنا عدة دبلومات متنوعة. كانت 2017 هي سنة التغيير، فقد شارك في معرضنا طلاب الفرقة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية والابتدائية الذين بدأوا رحلة الابتكار منذ الصغر، ثم انطلقنا من جامعة الأزهر إلى جامعات عدة على مستوى مصر، مثل جامعة العاشر والشروق ومنوف والمطرية وشبرا والعديد من الجامعات في العامين 2018 و2019. في النهاية أنا حابب أوجه شكري لكل عضو من أعضاء الفريق اللي بسببهم بعد فضل ربنا إحنا قدرنا نوصل ونحقق اللي إحنا حققناه السنة دي بفضل الله.